ريم من تونس. يا قلبي. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام يا ريم. يا شيخ أنا سؤالي بسيط جدا. أنا أمي ماتت في رمضان الله يرحمها. الله يرحمها. تعيش. بس هي حاجة أمي حجت وهي صغيرة. في أواخر عمرها مرضت صارت تعمل غسيل كلوي وعندها سكر ودم. كانت ما تصوم رمضان مسكينة بس كانت تدفع مصاري بعد رمضان. إيه خلاص زين. ممكن هي ماتت في رمضان يعني ما ف... ما ما زين هي معذورة بمرضها أختي. ما وصلت أنها تدفع هذه ادفع المصاري عنها. يعني ادفع عنها ادفع عنها. طيب يا شيخ ممكن سؤال ثاني؟ اسألي أموريني. طيب أنا لما ما توفت أمي خلتني متزوجة وأمي الله يرحمها كانت الحمد لله ميسورة الحال جدا. وأنا وحيدة أمي يعني تركت لي ورث كثير الحمد لله. زوجي من يوم سمع أنه عندي ورث من يومها ما عاد اشترى ولا شيء للبيت. يعني لا عاد يعطيني مصروفي لا عاد يصرف على البيت لا عاد. أنا حامل ما طمع من يوم ما سمع أني حامل حتى مصاري للدكتور ما عاد يعطيني. خلاص أنت الحين أرباب فلوس أنت. لا في نظر أرباب فلوس. إيه طبعا حد يصرف على الاي تي ام كملي. ما عاد بده يصرف حتى البيت ما عاد يجي على البيت دائما عند امه ما يرجع على البيت ما. زين شو اسوي؟ ما اعرف شو اتصرف معه. اصبري ما انا انت اصبري اصبري اختي اصبري اصبري والله ما اعرف شو اقول لك اصبري. يعني بعض الرجال لازم نعاقبهم احنا بس نقول لك اصبري. شو اسوي؟ انا اعرف هذه الفتوى ما تعجب البنات. قولي يا شيخ لو الحرمه تقولها اصبري بقولها اصبري بعد. شو اسوي؟ الله يهديه. قولي امين. امين. انت ورثتي فلوس ويمكن يريد فلوس طمعان او متضايق او كذا فاصبري. لو متضايق بده فلوس كان يقول لي انه بده فلوس. يمكن خجلان خجلان. سالي توددي له. سالته اذا بده فلوس. اسمع احنا رجال يعني اطفال يعني لو تقولي حبيبي ناقصك شيء اقول لك ولا شيء عادي نذوب. علمتي؟ فحنا رجال اطفال. لا انا ما وصلت اني اساله هيك بس اذا لقيته انه ناقص شيء اسالي اطلع اجيبه انا لحالي. اسالي من دون الرجل حتى ما يطلبه. شوفي كما ان المراه تحب الهديه الرجل وش يحب؟ الهديه. يحب الهديه بالضبط كمان. يعني اشتري له ساعه اشتري له نعال اشتري له الله يعزك شيء. والله العظيم بشتري له والله العظيم. هي. هي. بس هو ما بعرف شو اللي غيره هيك. ما تغير احيانا. شوف احنا نصيبنا نفور ترى احنا رجال احيانا نبعد عن الحرمه واحيانا نرجع مد وجزر الحياه. انت تريدين تعيش 24 ساعه جوليت وانا روميو؟ لابد يصيبنا مد وجزر. يوم احبك يوم مزاجي سيء خلاص اريد اجلس لوحدي. صح ولا لا؟ هذا مزاج يحكمنا. يوم انا اندفع لك اندفاع المجنون ويوم انا ابتعد خلاص اريد استريح. فانت اذا رايتي زوجك يريد يخلو يبتعد خليه. لا ليش شوفي ليش ابتعد ها وتلحقيه ليش رايح بعيد ليش ما اعرف كذا. لا 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 الزوج ما يريد هذا خليه. وانت كذلك انت احيانا انت ما تريدين تجلس بروحك في شيء ما في شيء اوكي خلاص صح. احنا مد وجزر ما توصل انها سبعة أشهر يعني. لا هذا غلط. أنا ما أتكلم على السبع شهور أنا أتكلم الآن بمسألة ضيقة اللي هي الهجران والرجوع. فأنت الآن شوفي وش ينقص اجلس جلسة مصارحة معه اتصل فيه أبو اسمه مثلا أبو خليل. أبو خليل حبيبي أريد أجلس معك ضروري إن شاء الله. تقعدي معه جهزي له قاعدة قهوة. مو يعني أنت خدامة أنت تاج الراس بس لازم تصبرون علينا وإحنا نصبر عليكم. هذه الحياة ترى نصبر على بعض. أنت تصبر انتهى الوقت الله يخرب بيت الوقت إلا من رحم ربك والله الوقت يطلع فجأة ينتهي. فالمهم جهزي له كافي جهزي له كذا واجلسي معه كلمة طيبة وكلمة هذا واسحبي منه الكلام إن شاء الله يا شيخ. خليك 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 شيطانة بصورة ملاك. عرفت اختي؟ أعرف. ايوه ما اريد اعلمكم انتم تعلمون بلد انتم تضيعون بلد مو تعلمون بلد. الله يسعدك يا اختي. اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد. نلتقي يوم الاحد. اجازه سعيده.